حدثنا أيضا. الله يحييكم يا اسمع، طرقت موضوع مو بسهل الموضوع هذا. الله يجزاه خير أبو تخيل. لا أثر على النفس ولا على المجتمع ولا على الأسرة. أحسنت. ولا يفقد هذا الشيء إلا من يحس بفرقاه. فأبو فهد الآن يقول فقد ركن حينما جاء الفطور، لكن حنا ما زلنا نقول إن شاء الله أن الإنسان يقدر يلحق البر حتى ولو كان والديه في حسنت في القبر. حسنت. فعلا لهم وجود، الأم والأبو لها وجود ولها ولها ولهم مكانة عظيمة عند من يعرف قيمة البر. صدقت. على أساس كذا ذكرني أبو فهد يوم جيت الأطلال اللي كانت أمي تعيشها، قلت عرفت العهود وهلت العين بالدمعة، ولا لوم عيني لو تحفت مدامعها. يا سلام. على الأسرة اللي قبل عامين مجتمعة فرقها زمان ورجى الله يجمعها، السنين مضت كانها خميس مع جمعة، ومن حلوها الأفكار قامت تراجعها، ترى الأم وسط البيت توضي كما الشمعة، كما الشمعة اللي كل من جاي يولعها. ترى الأم وسط البيت توضي كما الشمعة، كما الشمعة اللي كل من جاء يولع لها الحب والتقدير، والحب لها القدر والتقدير والحب والسمعة، ولها كالمتن يمشي على الكل، يجب على الكل يسمعها. يا سلام. يا سلام. أما الوالد ف بما أنكم جيد ثرتوا ذا الموضوع، مفروض ما هو بيكون أول الحلقة، لكن إن شاء الله من نوع البر في هذا الشهر الكريم. فقدت الوالد قبل 4 سنوات، الله يغفر له أمواتكم وأموات المسلمين. اللهم آمين. والحمد لله وجعته ومات على يدي وما قدمت شيء، لكن اللي يحزنني أن الوالد كان قاسي علينا. مضبوط. وكانت قساوته خلتنا نطلع رياجيل مع الرياجيل. قساوة محبة. زين ولا لا؟ وصار حبه يتخلل قلوبنا وكل ما يطري علينا نبكي. ها؟ لكن عكس الزمان هذا اللي الرجال يتطاول على ابوه حتى في المجالس. اعوذ بالله. والله اني في محضر قوم وقابلنا لنا رجال من اطلق الرجال راي، ومن اطلق الرجال عرافه، ومن اطلق الرجال حنا كنا في صلح. فرد الوالد بالكلام الشافي الكافي الوافي، ثم نقز علينا ولد عمره ما يجي 15 سنة 18 سنة، قال صلوا على النبي، كل راس فيه إعطاس وكل شور فيه زور. فالتفت عليه أبوه قال يا عوض، قال لبيه، قال قذيتني وانت نطفت في ظهري، ثم قذيت امك وانت مضغه في بطنها، ثم كلام يا ريت ولدت، ثم عقيت لك بثلاثه طليان والريجل ما يعقل لعوالهم الا بطلي. يا سلام. ثم سميتك على عوض فلان من روس ربعه، ابيك تشبه، تشبه اولا تكونوا مثلهم، فان التشبه بالكرام وفلاحه. كلام. ثم ميام ولدت وفي فمك ريال وفي قفاك ريال، لو حسبها طلعت 5 ملايين قدام الحاضرين. ثم قد كثورني ناطحني بقرونه بين الرجال. الله المستعان. الله كلمة وافية. تدري وش اللي غبني عقب ما انتهى المخلاص؟ قالوا كسر شوكة ولده. قلت لا والله إلا ربانا ورب ولده ورب اللي يحتاج التربية. رسالة. في الوالد يوم جاء رمضان اللي بعده قلت شفت مقطع في الجوال كان يلاعب وليد اللي مولود وهو كان في مصلاة ويدعي له ويقول الله يجعلك راعي صلاة، يجعلك بار والدينا، نسأل الله يقبل دعوته في ذا اليوم ودعوات والديك وكل مسلم. فشفت المقطع قلت عساك يا عزام تحفظ وصاته وتحطها يا أبوك دايم على البال، اللي بقى يا أبوك من ذكرياته مقاطع عينتها وسط جوال. يوم إن يدعي لك وهو في صلاته ويوصيك في بري اللي صرت رجال، عساك يوم انه يدعو لك وهو في صلاته ويوصيك في بري اللي صرت رجال، البيت يوم حي انا اشهد ان البيت قل طراته، وانا اشهد انه فارق البيت رجال. العام كنا نجتمع فيه العام كنا نجتمع اي عساك يا عزام تحفظ وصاته وتحطها يا ابوك دايم على البال، اللي بقى يا ابوك من ذكرياته مقاطع عينتها وسط جوال، يوم انه
يدعو لك وهو في صلاته ويصيبك بالرية اللي صرت رجال اللي بقى يبوك من ذكرياته مقاطع عينتها وسطي جوال العام كنا نجتمع في حياته وننصت اللي يسولف ونسمع اللي قال واليوم أشوف البيت قل الطرات أنا أشهد أنه فارق البيت رجال قليل والله من يسوي سواته من دون ربعه دائما درع وبلاله من كل ورثة ما أبغي إلا عباته ما همني دنيا ولا همني مال لا شفتها قمت أتذكر صفاته وشمها تكفون في بعض الأحوال يجفن ما عندك من الدمع هاته والله ما لوم الدمع منك يا سلام صحسانك يا أبو محمد جملت على كل حال أبو سعود سم ما أنا بناشدينك وقالين كم عمرك هذه ما أنا بقالين لكن هذه وش تبيب